السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أحداث النهاية سلسلة تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لا أقدمها من باب الطرف الفكري ولا من منطلق الثقافة الذهنية الباهتة الباردة، ولا أقدمها هروبا من الواقع، بل أقدمها تصحيحا للواقع، للواقع المر الأليم الذي رأينا فيه الإنسان يفعل بأخيه الإنسان ما تستحي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات، ذلك لأن كثيرا من الناس انشغل عما هو آت وتناسى يوما سيعرض فيه الجميع على الله سبحانه وتعالى للسؤال عما قدمت أيدينا في هذه الحياة الدنيا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لازلت أيها الأفاضل أتحدث عن العلامات الكبرى للساعة، وقد ذكرها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه. قال حذيفة: اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نتذاكر، يعني ونحن نتكلم ونتناقش، فقال عليه الصلاة والسلام: ما تذاكرون؟ بتتناقشوا في ايه؟ بتتكلموا في ايه؟ قالوا: نذكر الساعة يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي وروحي، لن تقوم، يعني الساعة، حتى ترون قبلها 10 آيات، يعني 10 علامات. فذكر عليه الصلاة والسلام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. تعالوا بنا، وقد توقفنا أيها الأفاضل في الحلقة الماضية مع نبي الله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد تضرع إلى الله جل وعلا
هو وأصحابه من الموحدين من أمة سيد النبيين، تضرعوا إلى الله لينجي الله الأرض والمؤمنين فيها من شر يأجوج ومأجوج، بعدما استجاب الله عز وجل دعوة نبي الله عيسى وخلص الله الأرض من شر الدجال وقتله عند باب لد كما بينت في الحلقات الماضية. فها هو نبي الله عيسى تضرع إلى الله ويرغب إليه هو وأصحابه أن يهلك يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم النغف، والنغف كما ذكرت دود صغير، فيجعلهم فرسا أي قتلى كموت نفس واحدة. وسبحانه أمره بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يهلك الله يأجوج ومأجوج ويرسل على الأرض مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني لا بيت مبني بالبناء ولا بيت مبني بالصوف في الصحراء، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فتصبح الأرض كالزلفة أو كالزلفة أو كالزلقة أو كالزلقة، كلها معاني ثابتة، تصبح الأرض كالمرآة الصافية، الله أكبر، وتخرج الأرض ثمرتها وتخرج الأرض بركتها، وتعيش الأرض في عهد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مرحلة من أنعم بل لم تعهدها الأرض في تاريخها الطويل كله. تنزل الأمنة، تنزع البغضاء والشحناء والتحاسد، حتى قال حبيبنا المصطفى طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. مرحلة فذة في تاريخ الأرض كلها. وينعم الناس، وفي ليلة من ليالي هذه الأيام الكريمة المباركة يقدرها ربنا تبارك وتعالى، خلي بال حضرتك، ينام الناس وفي وقت صلاة الصبح يستيقظ الموحدون للصلاة ويخرجون إلى بيوت الله تبارك وتعالى، يصلون الصبح ويعودون، الله لا زال الليل مخيما بظلامه، مفروض بنصلي وبنخرج من المساجد وبدأ الفجر الصادق أو الضوء يملأ الأفق، بدأ الصباح يظهر بضيائه ونوره، الساعة 6 على 6:30 بقت الساعة 7، لا زال الليل مخيما بظلامه، يا رب سلم. يرجع الرجل إلى بيته، يا أم فلان الساعة كام؟ الساعة 8. يا ابن الساعة كام؟ تأكد، الساعة 9. الساعة 10 الصباح لا زال الليل مخيما بظلامه، الله أكبر. الساعات منضبطة، الآن وقت صلاة الظهر، الساعة 12 لا زال الليل مخيما بظلامه، سواد حالك وظلام دامس، يا رب سلم. العصر لا زال الليل مخيما بظلامه، الساعة بقت كم؟ 4:30، 5، 5:30 وقت الغروب. يشهد أهل الأرض في الأرض كلها آية عجيبة من علامات الساعة الكبرى، تلك الآية التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي كله، ألا وهي طلوع الشمس من مغربها، الله أكبر. 5:30 بالتوقيت الحالي تقريبا يجد أهل الأرض في مصر، ويختلف التوقيت باختلاف الناس على ظهر الأرض، يجد أهل الأرض الشمس تطلع من مغربها، آية عجيبة، كل شيء يتغير. يا الله، أنا عاوز حضرتك تعيش معايا بقلبك، بقلبك وعقلك وكيانك كله. يا الله، الشمس من يوم أن خلق الله الكون لا تتخلف،
تطلع من المشرق وتغرب في المغرب لا تتخلف، بل بحسبان وبحساب دقيق، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يا سلام، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، أحدب وتربع أول وتربع ثاني، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. خلي بال حضرتك من القرآن، قال جل جلاله: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. جل جلال الله، آية من الآيات تستنطق الفطر السوية والعقول النقية والقلوب التقية ليوحد هؤلاء جميعا خالق الشمس رب البرية جل وعلا. آية من الآيات. لكن إلف العادة أنسانا كثيرا من آيات الله في الكون، لم نعد نلتفت إلى هذه الآية: تشرق من المشرق، تغرب من المغرب، وخلاص أصبح الأمر عاديا عند كثير منا. لكنك لو تدبرت وتفكرت لوحدت خالق السماء والأرض، لوحدت خالق الشمس سبحانه وتعالى التي لا تتخلف عن مدارها. بل لقد قال العلماء المتخصصون في أكاديمية العلوم بنيويورك في أمريكا، قالوا بعد حسابات علمية دقيقة وجدنا أن نظام الشمس والقمر قد وضع في الكون بحسبان. كلمة بحسبان ترجمة حرفية تقريبا بحسبان. يا سلام، أنا لو الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلة لتجمد كل حي على ظهر الأرض، ولو تركت الشمس مدارها الذي تسير فيه ونزلت إلى الأرض قليلة، بس عقلة أصبع كده سنتي أو اثنين أو ثلاثة سنتي، لاحترق كل حي على ظهر الأرض. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الله أكبر. طيب، إلى الوقت المعلوم والأجل الذي حدده خالق الشمس سبحانه وتعالى، إيه اللي يحصل؟ يفاجأ الناس في الأرض كلها بطلوع الشمس من مغربها، باختلال حركة الكون اختلالا كاملا، وبتغيير في العالم العلوي بل والأرضي تغييرا جذريا. الله أكبر. اسمع بقى، اسمع كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي ذر واللفظ لمسلم، لأنه لفظ طويل جميل، الحديث هو البخاري ومسلم. واللفظ الذي سأذكره الآن لمسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أين تذهب الشمس؟ النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في يوم كذا الشمس بتغرب، فبيقول لهم عليه الصلاة والسلام: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة لله عز وجل. الله، والله العظيم كلام يملأ القلب بالهيبة والجلال لذي العظمة والهيبة والجلال، ومع ذلك يملأ قلوب المتشككين شكا، ويملأ قلوب المنكرين إنكارا. شمس ايه يا عم الشيخ محمد اللي تسجد؟ تسجد ايه؟ هي الشمس بتسجد؟ وكيف سجودها؟ مش بقول لحضرتك في قلوب هتنكر وفي عقول هتكذب؟ يا الله، الشمس تسجد؟ ايوه تسجد. اقرأ معايا القرآن. مشكلتنا اننا ابتعدنا عن القرآن.
في القرآن رب العزة قال فيه بأن الشمس بتسجد. أي والله ماذا قال؟ اسمع، قال جل جلاله: ألم ترى. يا الله، ترى مين اللي يرى؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام، خطاب له عليه الصلاة والسلام: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ عد معايا. والشمس، الله أكبر، بدأ بهذا التفصيل بعد هذا الإجمال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. يا الله، بنص القرآن الشمس تسجد لخالقها تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، حتى الظلال تسجد. ظل المؤمن يسجد طوعا، وظل الكافر يسجد كرها. وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ما في شيء في الكون ما بيسجدش لله إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل الكون يوحد الله ويسجد لله ويسبح الله تبارك وتعالى إلا من كفر من الإنس والجن. لكن كل شيء في الكون في سجود، في تسبيح. قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. خلاص يكفي هذا. لا، شوف التفصيل بعد كده: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن هو ده اللي نعوزه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. يا الله، إنه كان حليما غفورا. الله، حضرتك عاوزك بالله تستوعب معايا الآية دي، عاوزك تقف مع قوله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما انا قلت لحضرتك انا ما بقللش من قدر العقل. افلا يعقلون، افلا يتدبرون، قل سيروا في الارض فانظروا، ايات كثيرة. لكن يا اخي العقل له مجاله، مش نجعل من العقل الها ليحكم على صريح وصحيح النقل مع كل آية من آيات الله، ومع كل حديث صحيح من أحاديث سيدنا رسول الله. نعرض هذه الآية وهذا الحديث على العقل، فإن أقره العقل أقررناها وأقررناه، أقصد الآية والحديث. وإن رد العقل الآية والحديث رددنا الآية والحديث. هذا كلام خطير جدا، لا يجوز على الإطلاق لمؤمن يؤمن بالله ورسوله أن يجعل من العقل إلها يعبد، بل فليبدع العقل في مجاله وفي ميدانه. وقد كررت هذا مرارا وتكرارا: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. التوب اللي أنا لابسه ده يا أخي بيسبح، المكتب ده بيسبح، الحجر بيسبح، الشجر بيسبح، كل شيء يسبح الله في الكون. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ليه؟ إنه كان حليما غفورا. يا الله، حليما. طب ده كان السياق بيقتضي إنه كان سميعا بصيرا، يسمع من يسبح ويرى من يسبح. لا، السياق الله عز وجل يختم الآية بقوله: إنه كان حليما غفورا. ليه؟ إنه كان حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون من حولكم. حلم منه سبحانه. وإلا فورب الكعبة لو كشف الله لنا تسبيح الكائنات والمخلوقات من حولنا لطاشت عقولنا. عاوز حضرتك تتصور لو أن الله أذن جل جلاله في أن يسمعنا تسبيح الكون. التوب اللي أنا نفسه بيسبح، الطعام اللي هيوضع أمامي بيسبح، السيارة اللي أنا هركبها بتسبح، الشجرة اللي جنبي اللي أنا جالس تحتها. مش ممكن، عقل يطيش. إنه كان حليما. طيب، غفورة.
غفورا لكم لغفلتكم عن تسبيحه جل وعلا، مع أنه كرمكم وفضلكم على كل شيء في كونه، ومع ذلك لا يغفل الكون عن تسبيحه في الوقت الذي يغفل فيه كثير من بني الإنس ومن كفر أيضا من الجن، له كان حليما غفورا. يا الله، طيب الشمس بتسجد، بس كيفية السجود، ولكن لا تفقهون تسبيحها، لا نفقه كيفية السجود. يا أخي دعك من سجود البدن، الأصل أن يسجد القلب لله جل وعلا. كيف يسجد القلب؟ أنت تقول سرت والقمر، سرت والقمر، مع أن القمر في مداره وفي أفقه الأعلى لم يترك السماء، ومع ذلك كان معك في أي خطوة خطوتها في الطريق. أنا ماشي القمر معايا، القمر في الأفق، في الأفق الأعلى للسماء لم يترك مكانه. هذا مثال، فلا ينبغي على الإطلاق أن ننكر آية من كتاب الله أو أن نرد حديثا صحيحا لسيدنا رسول الله بدعوى أن العقل لا يستوعب الآية ولا يستوعب الحديث. خلق الله للشمس وللقمر وللكائنات من حولنا إدراكا لا يعرفه إلا الله، أدركت به الأمانة التي عرضت عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن الشمس تسجد لله. طب ارجع بقى معايا تاني بسرعة كده للنبي صلى الله عليه وسلم بيسأل الصحابة، بيقول لهم أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا، يعني بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تحكم القانون المادي البشري على أمر غيبي أنت ما تعرفوش. أنا لو قلت لحضرتك من 20 أو من 50 سنة فيه جهاز هتمسكه في إيدك وهتكلم به واحد في أمريكا، هتقول لي يا راجل أنت مجنون، أهو ماسك الجوال تكلم به في أمريكا وفي روسيا وفي اليابان وفي الصين وأنت في مكانك الذي أنت فيه. لو قلت لحضرتك من 100 سنة مثلا أن ممكن أقيران الآن مسلم في أمريكا أو في روسيا أو في بريطانيا أو في أي مكان على وجه الأرض، تقول لي يا رجل خليك عاقل انت بتتكلم. سبحان الله، رأينا الآن في عصرنا، عصر الفضائيات وعصر الانترنت وعصر الهاتف المحمول، العجب العجاب، العجب العجاب. هذا لمن يريد منا أدلة عقلية، وما أكثرها ورب الكعبة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله جل وعلا. اسمع النبي بيقول إيه، بيقول فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي. الله أكبر، ارتفعي فارجعي من حيث جئت. قال الحبيب فتصبح طالعة من مطلعها، يعني من المشرق. قال ثم تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة لله عز وجل، فلا تزال كذلك حتى يقال لها، أي للشمس، ارتفعي فارجعي من حيث جئت. قال الصادق فتصبح طالعة من مطلعها، أي من المشرق، فلا تزال كذلك حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش حتى يقال لها ارتفعي فأصبحي طالعة من مطلعك. قال الحبيب فلا تزال كذلك لا يستنكر الناس منها شيئا، يعني خلاص أصبح الأمر عاديا، كل يوم بتشرق من المشرق وتغرب في المغرب، لا يستنكر الناس منها شيئا. قال فلا تزال كذلك حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فيقال لها ارتفعي فأصبحي طالعة من مغربك. يا الله، من مغربك. الوضع اختلف،
كل يوم يأذن لها الملك، تطلع من المشرق تغرب في المغرب. سيأتي اليوم الذي يأمر فيه الملك الشمس وهو خالقها جل جلاله أن تشرق أو أن تطلع من المغرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: أتدرون متى ذاكم؟ أنتوا عارفين الكلام ده ممكن يحصل إمتى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خلاص، إن الله وإن إليه راجعون، خلاص انتهى، أغلق باب التوبة. لا يقبل الله إذا طلعت الشمس من مغربها توبة الكافر أو توبة المسلم العاصي. يا الله، ليه؟ أول ما الخلق في الأرض بلا استثناء، ما فيش بشر على وجه الأرض حين أرى الشمس تطلع من المغرب إلا وأعلن الإيمان، لا خلاص ما عادش ينفع. كلام خطير. روى الإمام مسلم وأحمد وغيرهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. خلي بالك، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس، اسمع، آمن الناس كلهم أجمعون. شايف تعبير النبي في الثلاث كلمات دول؟ آمن الناس كلهم أجمعون، الناس كلهم أجمعون. قال: فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي رواية أخرى جميلة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها. خلي بال حضرتك، طلوع الشمس من مغربها. طب والتانية؟ والدخان. ايه الدخان ده؟ هنقوله دلوقتي بسرعة. والتالتة؟ الدابة. تلات ايات. اذا خرجت اية من الايات التلاتة دول مفيش توبة، لا الكافر ولا المسلم عاصي، خلاص. طلوع الشمس من مغربها، تمت، يلا بسرعة، لسه الشمس ما طلعتش من المغرب ولسه الروح ما زالت لم ترتقي إلى الحلقوم. في مسند أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل التوبة من أحدكم ما لم يغرغر، لسه الروح ما بلغتش الحلقوم. وده ما فيش تعارض مع القرآن إطلاقا، لأن أنت لا تدري ما هي اللحظة التي ستنام فيها على فراش الموت لتبلغ الروح منك التراقية أو الحلقوم. الآن إن الله تعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الباب مفتوح، لا زال الباب مفتوحا للمذنبين العصاة من أمثالي. يلا بسرعة، والله الآن الآن. أنت مستني إيه؟ أنت مستنية إيه يا أختي؟ أنت منتظر إيه؟ الآن لم تطلع الشمس من مغربها، لا زال في الوقت فسحة. يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ يا أسير المعاصي، ألا تبكي على الذنوب الماضية؟ يا أسير المعاصي، أما تخشى من الهاوية؟ دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار، حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إن الله تعالى يبسط يده بالليل
ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لا زال في العمر فسحة، لا زال في العمر بقية، يلا بسرعة. والله العظيم لا يضمن أحدنا متى سيموت ومتى سيرحل. لا تسوف، سوف أتوب، بلاش سوف دي، بكرة هتوب، بلاش بكرة دي، لا الآن جدد التوبة. وانت حضرتك معاك تسمعني دلوقتي، عاهد ربك على ترك المعصية، عاهد ربك على ترك الذنب، عاهد ربك على فعل الطاعة، عاهد ربك على ترك الربا، عاهد ربك على بر والديك، عاهدي ربك على لبس الحجاب، على المحافظة على الصلاة في أوقاتها، على الإحسان إلى الجيران، على إتقان العمل، على أن نشهد لهذا الدين شهادة قولية وقلبية وأخلاقية. عاهد ربك على أن تمتثل الأمر وتجتنب النهي وتقف عند الحد. فإذا جاءك الموت في أي لحظة من اللحظات سعدت في دنياك وأخراك. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدخان، والدابة. طيب ليه؟ لأن الناس يرون من الآيات ما يلوي الأعناق ليا للإيمان بالله جل وعلا، وحالهم كحال من نام على فراش الموت وحضره الموت، خلاص ما عاد شيء ينفع. ما أنت يا ما ذكرت بالقرآن ويا ما ذكرت بكلام النبي عليه الصلاة والسلام كنت بتهزأ بالعلماء، وكنت بتسخر بالقرآن، وكنت بتكذب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. بدأت تنتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين اليقين، بدأت ترى الوقائع والأحداث بتقع. المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، رأيت عيسى ابن مريم، رأيت الشمس تطلع من المغرب، آيات. خلاص انتقلت إلى مرحلة عين اليقين، معينة بقى للحقائق. وبعدين في نفس اليوم اللي تطلع فيه الشمس من المغرب تخرج الدابة. ايه الدابة دي؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ده قرآن عم الشيخ اللي انت بتقوله؟ ده قرآن. قرآن، آية من آيات سورة النمل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. ما تنكرش بقى، ما انت حضرتك سمع التليفون بتكلم والتلفزيون بتكلم والشاشة امامك ايه بتتكلم، لا تنكر بقى بعقلك، يعني لا تعطل كل شيء بالعقل. اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة دي تخرج في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها. جبت الكلام ده منين؟ ما انا قلت ما فيش كلام ابدا يقال في مثل هذا الا بدليل من قرآن او من سنة، لان هذا غيب لا يؤتى او لا يتأتى الا بالقرآن او بالسنة. لا ينبغي لاي عاقل ان يتكلم في مثل هذه المسائل وفي مثل هذه الاحداث والفصول والعلامات إلا بآية من كتاب رب الأرض والسماوات أو بحديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة
في هذا اليوم ضحا قريبة جدا. قال عبد الله بن عمرو: فأي هاتين العلامتين سبقت صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، الأخرى على إثرها قريبا. وأنا ذكرت قبل ذلك حديث رسول الله في مستدرك الحاكم سندا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. تخرج الدبة. إيه الدبة دي يا عم الشيخ؟ دبة. يكفي هذا أوي، يكفي هذا. لو حضرتك رجعت كتب التفسير وكتب التاريخ وكتب القصص، يا الله، ستقرأ أخبارا عجيبة وروايات غريبة جدا في الدبة. لكن أخي الحبيب، لا يجوز لإنسان عاقل يحترم العلم ويحترم العقل ويحترم الدليل ويحترم التحقيق العلمي أن يلهث وراء هذه الأخبار ووراء هذه الأساطير والأوهام. بل يكفينا تماما أن نقتصر على ما اقتصر عليه القرآن والسنة: دابة تخرج تنطق تتكلم مع الناس بكلام واضح لتخبرهم بأن الناس كانوا بآيات الله لا يصدقون ولا يوقنون، ولطالما ذكرهم العلماء بعد الأنبياء فسخروا واستهزأوا وأنكروا وأعرضوا وكذبوا. آية من آيات الله، علامة من العلامات الكبرى. الدابة دي سبحان الله تخرج لتميز بين المؤمن والكافر. يا رب سلم، تسم المؤمنة على جبينه فينير، وتسم الكافر على أنفه فيظلم، كما في رواية الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. بس ما ترجعش بقى، نحنش في حاجة بقى نرجع. طب يا ترى الدبة دي، بعض أهل العلم قال هي الفصيل لناقة صالح، وبعضهم قال لا، للتعبان اللي ظهر على الكعبة واعترض على قريش حين أرادت أن تجدد بناء الكعبة، وبعضهم قال لا، ده الدابة دي قاعد يوصف فيها أوصاف غريبة جدا، يقول لك ده رأسها رأس ثور، وأذنها أذن فيل، وعينها عين خنزير، ورقبتها. كل ده كلام ملوش أصل، ملوش قيمة علمية على الإطلاق، ولا ينبغي أن ننشغل به أبدا. يكفي فقط أن تعلم أن هذه الدابة علامة من العلامات الكبرى تخرج من الأرض في الوقت الذي يشاء الله، في اليوم الذي ستطلع فيه الشمس من المغرب. ونحن بدأنا ننتقل إلى وقت الخوارق وعصر الخوارق، لأن الساعة على الأبواب في هذا الوقت حينئذ. وتخرج هذه الدابة لتكلم الناس تخبر الناس بأنهم كانوا لا يوقنون، حتى لو آمن من آمن بعد ذلك ملوش أي قيمة، لأنه كما قلت إذا خرجت الدابة وطلعت الشمس من المغرب وظهر الدخان الذي يملأ الأرض، لا يصاب المؤمن منه إلا كما يصاب بالزكام الذي نراه الآن. أما الكافر يدخل فيه هذا الدخان فينتفخ فيخرج من كل مسمع فيه أو من كل مسمع منه. دي علامة ثانية من العلامات الكبرى. يكفي هذا أيضا في هذه العلامة، أنا لا أحب أن ألهث كثيرا وراء هذه الأخبار وراء هذه الإسرائيليات، لأنه لا ينبغي لمن يحترم التحقيق والعلم والعقل والدليل أن يتكلم في هذه الغيبيات إلا بدليل من كتاب الله أو بكلام للصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوال العلماء على رأسي وعيني، لكنها لا تعنينا البتة ما لم تكن من كتاب الله أو من سنة رسول الله، لأن هذا غيب لا يجوز لأحد أيا كان مركزه وموقعه أن يتكلم فيه إلا بدليل من قرآن وسنة. يكفي هذا أوي. تخرج الدبة ودخان علامة تانية، يصاب المؤمن في الأرض منه كما يصاب الآن بشيء من الزكام، ويدخل إلى الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه، وبعد هذا يرسل الله عز وجل الريح الطيبة
لتقبض أرواح الموحدين المؤمنين على ظهر الأرض، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال حبة من إيمان، كما في رواية الصحيحين من حديث ابن مسعود، إلا قبضت. قال المصطفى: حتى لو دخل أحدهم كبد جبل، يا خبر أبيض على التعبير، حتى لو دخل أحدهم كبد جبل يعني عمق جبل، لدخلت هذه الريح فقبضت روحه. الله أكبر. خلي بال حضرتك بقى عشان تستوعب الأحداث كلها مع بعضها. قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. وفي رواية مسلم قال: حتى لا يقال في الأرض الله 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 ما شاء الله. أسأل الله أن أكون قد وفقت في ربط الأحداث وربط العلامات ببعضها البعض عشان تستوعب المعنى كاملا، عشان تعيش بعقلك وقلبك في آن. دخان وبعده ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين، ما يبقاش على وجه الأرض مؤمن. ده لسه فيه علامات يا شيخ كبيرة، لسه فيه الخسوف التلاتة، ولسه فيه النار آخر علامة. أيوة يا سلام، ما هو من رحمة الله جل وعلا بأمة الحبيب المصطفى ألا تشهد الأمة، أي لا يشهد الموحدون والمؤمنون من أمة الحبيب المصطفى هذه العلامات المفزعة المرعبة، هذه العلامات من آيات العذاب. من رحمة الله بالأمة ألا يشهد الموحدون من أمة المصطفى هذه العلامات، بل لا يشهدها إلا من كفر برب الأرض والسماوات جل وعلا. الله. يبقى خلاص المؤمنون قبضوا جميعا، يبقى ما تستغربش بقى لما أقول لك إن المرحلة دي هي اللي هيهدم فيها البيت الحرام. كده خلاص المسائل بقت واضحة كده. ترعبتنا عم الشيخ في أول حلقة أو في تاني حلقة تقول لنا يهدم البيت وتهدم الكعبة، مستحيل. لكن الوقت الصورة وضحت. ما عادش مؤمن، خلاص ما عادش موحد يحج البيت، لا خلاص، لا أصلا أنت خلاص على الأبواب العلامة، خلاص الساعة هتقوم بعد هذه الأحداث مباشرة. طبعا مش مباشرة بتوقيتنا، الله جل وعلا هو الذي يعلم، لكن خلاص ما عادش فيه شيء في الكون، فيه مرحلة تانية، مرحلة الحياة الآخرة. فيقبض المؤمنون، لا يحج البيت أحد. يبقى هنا بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث رواه البخاري ومسلم حديث أبي هريرة: يخرب الكعبة ذو السويقتين. يا سلام يا حبيبي يا رسول الله، ايه ده ايه ده، والله العظيم كل ليلة بزداد حبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل ليلة. مش ممكن، ده النبي وصف المسائل بصورة دقيقة جدا وبصورة واضحة قوي. حتى الرجل اللي هيهدم الكعبة النبي شافه وبوصفه وبوصف لونه وشكله ايه وساقه شكلها ايه. مش ممكن مش ممكن. بقول يخرب الكعبة ذو السويقتين، يعني رجل له ساقان دقيقتان نحيفتان. يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ذو السويقتين من الحبشة. رواية ابن عباس في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: كأني به، يا الله كأني به، يعني كأني شايفه صلى الله عليه وسلم. ده موضع ما تصليش فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأني به أسود، يا الله لونه أسود، كأني به أسود أفحج، يا الله إيه الوصف ده، أسود. طب خلاص ماشي، عارفين اللون الأسود، أفحج. الأفحج المعروف المتباعد ما بين الساقين، متباعد ما بين الساقين اسمه أفحج. هو ده الرجل، وصف الرجل اللي يهدم الكعبة في هذه المرحلة اللي ما يكونش فيها موحد على وجه الأرض. كأني به أسود أفحج، يقلعها يعني الكعبة حجرا 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 حجرا. في رواية مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم تأتي الحبشة فتخرب البيت تخريبا
لا يعمر بعده أبدا، خلاص لا يعمر. فاللي يلحق الآن يستمتع بالبيت يستمتع. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا من العمرة والحج والتمتع ببيتك يا أرحم الراحمين. لا تدري لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة. ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. والخسف معروف، خسف بالأرض، يخسف الله الأرض بأهلها في المشرق وفي المغرب وفي قلب الجزيرة. واحنا اتفقنا الآن على أنه لا يوجد في هذه المرحلة على وجه الأرض مؤمن موحد بالله جل وعلا، بل شرار الخلق حتى لا يذكر أحدهم في الأرض كلها لفظ الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله. دول بقى اللي يشهد الخسوف الثلاثة، هؤلاء هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب. طيب ايه النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: وآخر ذلك نار، نار تخرج من اليمن، سبحان الله، موطنها أو مبدأ خروجها من اليمن، من قعر عدن، وعدن معروفة واليمن معروفة، تطرد الناس إلى محشرهم، إلى أرض المحشر. انتهت الحياة الدنيا، انتهت العلامات الكبرى للساعة، بدأت مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف، تطرد الناس إلى محشرهم، إلى أرض المحشر. وتبدأ هذه المرحلة بنفخة مزلزلة تفك أواصر الكون وتدمر عراه، حين يأمر الملك جل جلاله إسرافيل بالنفخ في الصور. صور ايه الصور؟ روى احمد ابو داود والترمذي بسند صحيح ان اعرابيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه، قرن زي البوق، زي البوق، قرن ينفخ فيه. من الذي ينفخ؟ إسرافيل. من إسرافيل؟ ملك من ملائكة الملك القدير جل جلاله، موكل بالنفخ في الصور، هذه وظيفته التي خلق من أجلها. جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والأرزاق، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ملك الموت موكل بقبض الأرواح، ملك ساجد لا يرفع رأسه، ملك راكع، راكع لا يرفع رأسه، ملك قائم هذه وظيفته، ملك يسبح، ملك يستغفر، ملك يطوف حول البيت المعمور في السماء السابعة، ملك ملك، كل ملك له وظيفة خلق من أجلها، لا يفطر عن الذكر ولا عن التسبيح، كما قال ربنا جل وعلا: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إسرافيل وظيفته فقط ومهمته فقط أن ينفخ في هذا القرن أو في هذا البوق أو في هذا الصور. كم نفخة؟ ثلاثة على الراجح: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. لا لا، تاني بس بالراحة شوية عشان نستوعب المعاني دي. النفخة الأولى نفخة الفزع: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها،
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال سبحانه ويوم ينفخ في الصور ففزع ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. طيب إلا من شاء الله، من المستثنى؟ من اللي مش هيفزع؟ قال العلماء هم الأنبياء والشهداء، وأنا أقول لم يثبت في ذلك كلام عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ومن ثم إلا من شاء الله نقف عندها كما قال ربنا تبارك وتعالى، لسنا في حاجة إلى المزيد، إذ لو علم الله أن في الزيادة على هذا خيرا لأمة محمد والله لذكره. فلنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا، ولنقتصر على ما جاء في سنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، إلا من شاء الله. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الآمنين في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهل التقى لا يفزعون أبدا، أهل الإيمان والاستقامة لا يفزعون أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، هم على فراش الموت وهم يخرجون من القبور، ما فيش فزع. يا رب اجعلنا منهم يا رب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة وهم على فراش الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، وهم يخرجون من القبور كما قال علماؤنا أيضا في معنى آخر، يخرجون القرفة يبشرون أيضا ببشرة الملائكة لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي أرض القيامة في أرض المحشر إذا فزع الناس وإذا خاف الناس، وجهنم أتي بها كما سأفصل، لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، ومع ذلك الناس في رعب وفزع. لكن أهل التقى وأهل الإيمان في أم إن المتقين في مقام أمين، الله في مقام أمين، فيش خوف ولا فزع ولا حزن. توحيد والإيمان والتقى، اللهم ارزقني وإياكم الإيمان والتقوى، واجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب ينفخ إسرافيل ملك من ملائكة الله عز وجل في الصور نفخة الفزع، دي النفخة الأولى. يا الله شوف اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه، كما في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود والترمذي بسند صحيح بشواهده من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كيف انعم، يا الله النبي اللي بيقول كده، كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرنة، يقصد اسرافيل، كيف انعم وقد التقم صاحب القرن القرنة وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. يا الله حضرتك استوعبت الكلمات دي؟ استوعبتها يا أختاه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، بيقول كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنة، أي وقد أخذ إسرافيل الصورة وأصغى سمعه وشخص بصره أو شخص ببصره، ينتظر متى يؤمر، مستني في كل لحظة لا يطرف، ينتظر الأمر من ملك الملوك جل جلاله، انفخ انفخ نفخة الفزع ليتزلزل الكون، لتتزلزل الأرض، وسأقف معها بالتفصيل في الحلقة القادمة إن شاء الملك الجليل. ينفخ إسرافيل، النبي يقول كيف أنعم، أنعم إزاي بالحياة وأطمئن، وإسرافيل منتظر في أي لحظة ينفخ في الصور. الصحابة شق عليهم ذلك، قالوا فما نقول يا رسول الله، قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا جميعا حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن من قال ذلك بإذن الله رده الله تبارك وتعالى بأمن وأمان وسلم وسلام، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. النبي خايف؟ ايوه معقول،
ما هو حضرتك على قدر حبك لله يكون خوفك وإجلالك. قال الحبيب: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. كل ما الحب يزداد، كل ما القلب يمتلئ بالخوف والوجل منه سبحانه وتعالى. وما فيش لم تعرف الأرض أخشى من محمد بن عبد الله لربه جل في علاه صلى الله عليه وسلم. كيف أنعم؟ النبي يقول: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله جل وعلا. الملائكة تعرف قدر الله وجلاله، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يعرف قدر الله وجلاله. نبي خايف؟ أيوة خايف. عثمان بن مضعون رضوان الله عليه، والحديث في صحيح البخاري، وأختم به حلقة الليلة، لما مات قالت امرأة من الأنصار يقال لها أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب، تقصد عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون هو أول من لقب بالسلف الصالح، عثمان بن مضعون أول من دفن بالبقيع، عثمان بن مضعون شهد بدرا، والنبي يقول: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثبت في مسند أحمد بسند فيه ضعف، وقد حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، أن النبي لما مات عثمان بن مضعون قبل النبي عثمان بن مضعون وبكى، وسالت دموع النبي على خدي عثمان رضي الله عنه. ويا لها والله من كرامة ومن أمنة ومن شرف. ومع ذلك لما مات قالت أم العلاء رحمة الله عليك أبا السائب: شهادتي عليك أن الله أكرمك. فقال لها الحبيب: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت: سبحان الله، فمن يعني من هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مضعون؟ فقال المصطفى: أما هو فقد جاءه اليقين، فوالله إني لا أرجو له الخير. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، والله ما أدري، وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. يا الله، والله ما أدري. الحبيب اللي بيقول كده: والله ما أدري وأنا رسول الله، ما يفعل بي ولا بكم. ما تغترش بحاجة، لا بعلم ولا بعبادة ولا بطاعة، لا انكسر بين يديه سبحانه وتعالى. والله ما هتوصل لله جل وعلا ولرحمة إلا بالانكسار بين يديه، وإلا بالذل له سبحانه وتعالى. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فلما تخاف من ربنا ده على قدر معرفتك به، خوفك منه على قدر حبك له، خوفك منه جل جلاله على قدر علمك به. أنا أعرفكم بالله، يقول مصطفى، وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. عشان كده بيقول: كيف أنعم وقد التقن صاحب القرن القرنة، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر متى يؤمر من الله جل وعلا. تعالوا نتوقف مع إسرافيل قبل أن ينفخ نفخة الفزع، لنعيش في الحلقة القادمة مع هذه الأحداث المفزعة. أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.